السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. أنا هوني من جنوب هولندا، في أقصى جنوب هولندا، في منطقة التي يطلق عليها إقليم زي هولند، يعني المنطقة البحرية الهولندية، وهي مقاطعة جديدة متكونة من عدة جزر ومرتبطة ببعضها، وفيها شواطئ جدا جميلة. هذا هو رمل هذه الشواطئ، ونحن نطل على البحر. هذا هو بحر الشمال، بحر الشمال، وهو بحر جدا بارد لأن يذوب فيه ثلج القطب الشمالي، فالبرودة متاعه لا يمكن أن تتصورها، عبارة على أنه ثلج ذايب. ولكن بحر الشمال يمتاز بميزة أخرى، أنه ليس مالح كثير، فهو عبارة على بحر لا يحتوي على كثير من الملح بسبب ذوبان القطب الشمالي فيه، وهو بحر أيضا جدا مضطرب، ودائما على طول السنة تقريبا هناك رياح. لهذا الهولنديين والسواح يأتون إلى هذه المنطقة ليس لكي يتمتعوا بالسباحة، ولكن بالألعاب الرياضية، الطائرات الهوائية التي تشاهدونها في كل مكان. هذه الطائرات الهوائية وبالتزحلق على الماء كما تشاهدون، وهناك حتى دراجات هوائية جدا جميلة، المناظر جدا جميلة. أردت أن أتقاسم معكم هذه المناظر على الشان الجديدة، على القناة الجديدة متاع ملحد تونسي، لكي نواصل اليد في اليد من أجل تحرير شعوبنا من التخلف ومن الانحطاط، ونواصل الحرب ضد الإسلام، رمز الانحطاط ورمز انحطاطنا. لازمنا نتعاون كلنا، راهو الإسلام مصيبة كبيرة مسيطرة على عقولنا سيطرة كاملة. أجدادنا ما عملوا حتى شيء، احنا لازمنا نعمله. نعم، لكي نترك للأجيال القادمة وأولادنا، نخليوهم أحرار يتمتعوا بالحياة متاعهم. نعم، احنا خسرنا حياتنا بسبب هذا الإسلام، وبسبب اللي علموهولنا من أفكار منحطة. نحب أولادنا يعيشوا أحرار، بعيدين على التخلف وبعيدين على الانحطاط. شوف العباد عايشين كل أريحية، كل واحد يتمتع بالحياة متاعه بدون أن يزعج أو يسخر أو ينظر إلى أي إنسان آخر ماذا يفعل. كل واحد لاهي بروحه، كل واحد رب روحه، كل واحد سيد روحه، كل واحد ميحبش يفرض روحه على الآخرين.
الأرض للجميع، الهواء للجميع، الشمس للجميع. علاش نفسدوا في حياتنا ونخسروا فيها؟ ما نحبش نطول عليكم، أما حبيت نقول لكم رانا لن نستسلم، لن نستسلم حتى نحرر بلداننا، نحرر بلداننا من العروبة ومن الإسلام، لكي نعيش أحرار، كل واحد سيد نفسه، من أجل أن تكون دولنا دول متقدمة ودول متحضرة، ونشارك الإنسانية في تقدمها. المهم أقول لكم أغلقوا القناة، هاني حليت قناة أخرى، والفيديوهات موجودين، توا نعاود نحطهم على هذه القناة، وسوف أضعهم أيضا على صفحة خاصة على الفيسبوك، وسوف أضعهم فوق الموقع متاعي، باش في جميع الحالات الفيديوهات يبقاو، حتى كان مشاو الفيديوهات نجمو نعملو. ونقول لكم شكرا 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 على كل من دعمني، وشكرا على كل من شارك في نشر الفيديوهات، وشارك في دعم القناة، وشارك في محاربة الجهل والتخلف والانحطاط الإسلامي. المسألة واضحة، يجب جبهة عالمية، يجب جبهة عالمية ضد الإسلام، هذه مسألة واضحة، لا يمكن أن تتقدم الإنسانية وفيها هذا الفكر المدمر المنحط. وأخيرا وعلى هذه المناظر الجميلة أقول لكم مع فيديو قادم، بسلامة.